السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف الجزء الثاني من حل الشيت الأول في الباب الثالث، الاتزان الكيميائي. مسألة رقم 21 بيقول لي للتفاعل المتزن التالي عند 2000 درجة سيليزية، بيقول لحضرتك توقع اتجاه سير التفاعل للوصول للاتزان. خلي بالك إنه كان متزن، يعني الـ N2 زائد الـ O2 كان في حالة اتزان مع الـ 2NO. حلو، ضفنا وكان متزن، ضفنا 0.4 مول من النيتروجين و1 مول من الأكسجين و8 مول من أكسيد النيتريك في وعاء حجمه كذا. لما نضيف الإضافات دي يا أولاد، التفاعل ده كان متزن، المفروض إنه يسير في الاتجاه الطردي ولا يسير في الاتجاه العكسي؟ إضافة المتفاعلات تمشي التفاعل طردي، وإضافة النواتج تمشي التفاعل العكسي. ولكن هنا لما تتأثرها بالشكل ده، بعض الناس تعتقد إن النظام المتزن مش هيتأثر. لا، هيتأثر، لأنك ضايف كمية كبيرة من المتفاعلات. التركيز المضاف أو عدد المولات المضافة من المتفاعلات أكبر بكتير من عدد المولات المضافة من النواتج. يبقى في المجمل انت ضايف متفاعلات اكتر من النواتج، يعني في المجمل انت زودت تركيز المتفاعلات. يوم طبقا لقاعدة لو شاتيليه، يسير التفاعل في الاتجاه الذي يقلل تركيز المتفاعلات وهو الاتجاه الطردي. يوم لما نمشي طردي تركيز ال NO يزيد، تركيز ال N2 وتركيز ال O2 يقل. تمام، ويبقى الاختيار الصح الاختيار جيم. نشوف مع بعض السؤال رقم 23. بيقول لي إذا علمت أن H2 زائد I2 إيكوال 2 HI والكي سي ب 44.8 عند درجة حرارة مرتفعة، اللي هي درجة حرارة التفاعل ده درجة حرارة مرتفعة. فإذا تم خلط كميات متساوية من المتفاعلات، فكان تركيز النواتج عند الاتزان 0.5 مولار، احسب تركيز الهيدروجين. إضافة كميات متساوية عايزك تركز أوي. من المعادلة الموزونة هنقول إن H2 زائد I2 إيكوال 2 HI، من المعادلة الموزونة 1 مول من الهيدروجين يتفاعل مع 1 مول من الإيه؟ من اليود. حلو؟ يبقى إحنا مع بعض لما نضيف كميات متساوية من الاتنين، التفاعل بتاع الاتنين يستهلك نفس الكميات، وبالتالي يصبح تركيز الـ H2 عند الاتزان مساوي لتركيز الـ I2 عند الاتزان. ومنها خلاص القانون بيقول إن الـ KC بيساوي تركيز النواتج اللي هو تركيز الـ HI لكل تربيع على تركيز المتفاعلات اللي هو تركيز الـ H2 في الـ I2. أنا عايز تركيز الـ H2، قال لي نقدر نقول إن الـ KC يساوي تركيز الـ HI لكل تربيع على تركيز الـ H2 لكل تربيع. اللغز اللي في المسألة ده كله الجزء بتاع المقدمة ده. جزء المقدمة ده أنا استنتجته إزاي؟ قال لحضرتك استنتجته من كلام الراجل، بيقول لك تم خلط كميات متساوية. تم خلط كميات إيه يا أولاد؟ متساوية. كميات متساوية؟ خلاص كميات متساوية، والاتنين أصلاً متساويين كعدد مولات في المعادلة الموزونة. وبالتالي لو نفس عدد المولات في المعادلة الموزونة يبقى نفس كمية المادة المستهلكة في التفاعل قبل الوصول للاتزان، يعني نفس التركيز عند الايه؟ عند الاتزان. تمام؟ بدأت أعوض دلوقتي، أصبح مين اللي ناقصني هنا؟ خلاص أنا معايا تركيز الـ HI ومعايا الـ KC، أعرف أجيب تركيز الـ H2 يا شباب؟ أه طبعًا أعرف أجيب تركيز الـ H2، هيبقى تركيز الـ H2 بيساوي إيه يا شباب؟ ثانية، نقول إن تركيز الـ H2 لكل تربيع هيساوي تركيز النواتج اللي هو الـ HI لكل تربيع على الـ KC، ومنها تركيز الـ H2 هيساوي الجذر التربيعي لتركيز الـ HI لكل تربيع على الـ KC. يطلع في الأخير تركيز الـ H2، نحسبها بقى، تركيز الـ H2 يطلع تقريبا
7.5 في 10 أس سالب 2 مولاري. تمام؟ وتركيز ال H2O هو تركيز ال I2. نشوف مع بعض المسألة اللي عليها الدور. مسألة رقم 26 بيقول لك ايه بقى؟ طبقا للتفاعل، مد حضرتك تفاعل اهو، تم وضع 1/10 مول من ال N2O، 25% مول من ال N2H4 في إناء حجمه كام لتر؟ 10 لتر، وكان عدد مولات ال N2O عند الاتزان كذا. احسب عدد مولات ال N2 عند الاتزان. قلت له طالما انت مديني عدد مولات في بدايه التفاعل، طريقتي في الحل واحده، معادلتي ايه؟ 2 NO N2O زائد N2H4، سهم رايح جاي 3N2 زائد 2H2O. حلو، في بدايه التفاعل تم وضع كام؟ 1/10 مول من ال N2O في إناء قدره 10 لتر، يعني ده 1/100 مولاري، و 25% على 10 لتر 25/1000 مولاري. تمام؟ تركيزات الناتج في بداية التفاعل بتساوي صفر. طبقا للمعادلة الموزونة يستهلك هنا ما هو مقداره 2x، يستهلك هنا ما هو مقداره x، ليكون هنا ما هو مقداره 3x، بيكون هنا ما هو مقداره 2x. بتجيب 3 منين؟ من عدد المولات في المعادله الموزونه. يعني هنا يقل، لو قل مثلا 2 مول ده هيقل قصاد 1 مول عشان يكون 3 مول من ده و2 مول من ده. دول هيزيدوا لانه كانوا بصفر اصلا. التركيز عند الاتزان هيساوي ايه بقى؟ هيساوي التركيز كله في بدايه التجربه ناقص المستهلك منه. وهنا التركيز كله في بدايه التجربه ناقص المستهلك منه. وهنا مفيش حاجة أصلا غير ال 3x وهنا 2x. هو مديني مفتاح الحل، بيقول لي وكان عدد مولات ال N2O عند الاتزان بيساوي كام؟ 84/1000. عدد مولات ال N2O عند الاتزان 84/1000 إيه؟ مول. يعني من هنا يقصد الراجل إن تركيز ال N2O عند الاتزان هيساوي 84/1000، عشان ما تنساش مقسوم على 10 عشان تطلع التركيز، يطلع 0.0048 مولاري، ده تركيزه عند الاتزان. يبقى 0.01 ناقص 2x هيساوي 0.0048، مش ده تركيزه عند الاتزان اللي هو هو ده؟ خلاص قوم منه اطلع يا اولاد، اطلع الاكس تساوي 2.6 في 10 اس سالب 3 مولاري، طلعنا الاكس. خلاص انت هتقدر تجيب منها بقى تركيز ال N2O عند الاتزان. مش هقدر، ده انا كده كده الراجل مديها لي وانا عدلتها وجبت التركيز. هتقدر تجيب تركيز ال N2H4؟ اه هقدر، هيساوي 25/1000 ناقص اكس، يطلع في الاخير مع الاكس خلاص بقت معاك، يطلع تركيز ال N2H4 ب 0.0224 مولار. هتقدر حضرتك تجيب تركيز ال N2 عند الاتزان؟ اه بيساوي 3x. 3x دي هتضرب 3 في الاكس، يطلع 7.8 في 10 اس سالب 3 مولاري. هتقدر حضرتك تجيب تركيز ال H2O عند الاتزان؟ اه هيساوي 2x. 2x هيطلع في الاخير ب 5.2 في 10 اس سالب 3 مولاري. عايزك تركز، هو الراجل كان طالب منك ايه؟ طالب عدد مولات ال N2 اللي انت جبته ده ايه؟ تركيز ال N2. من تركيز ال N2 نقدر نجيب عدد مولات ال N2 هيساوي تركيز ال N2 مضروب في الحجم باللتر، هيساوي التركيز اللي انت مطلعه 7.8 في 10 اس سالب 3 في حجم الوعاء باللتر اللي هو بكام لتر يا شباب؟ 10 لتر، يطلع 7.8 في 10 اس سالب 2 مول. 7.8 في 10 اس سالب 2 مول. تمام؟ نشوف مع بعض مسألة 28. وضع 1 مول من ال N2O4 في وعاء 1 لتر ووصل للاتزان التالي. الراجل ادالك الاتزان اللي وصله.
فإذا تفكك 37% من الواحد مول، 37% من كام؟ من الواحد مول. 37% من الواحد مول اللي هو بيساوي كام؟ قال لي يعني هيساوي 37 من 100، يبقى كده عدد المولات المفككة هيساوي كام؟ هيساوي 37 من 100 مول. اشمعنى؟ ما هي نسبة التفكك كده، تفكك 37% نسبة بتساوي عدد المولات المفككة على عدد المولات الكلي، واللي طالع مضروب في كام؟ في 100. أنا بقى معايا النسبة ومعايا عدد المولات الكلي، أعرف أجيب المفككة ولا ما أعرفش؟ تطلع عدد المولات المفككة دي بتساوي إيه؟ النسبة المئوية في العدد الكلي للمولات مقسوم على 100، هتساوي النسبة المئوية ب 37، العدد الكلي لمولاته بكام؟ بواحد مول على 100، طلعت في الأخير ب 37 من 100، ب 37 من 100 مول. أدي عدد المولات الإيه يا أولاد؟ المفككة، عدد المولات الإيه؟ المفككة منه 37 من 100 مول. حلو؟ مركزين؟ يبقى المعادلة الموزونة بتقول إن 2O4 راح زي 2 إن O2. بداية التجربة ضفنا 1 مول في 1 لتر، يعني 1 مولاه. النواتج بصفر. قبيل الوصول للاتزان استهلك منه قد إيه؟ قال لي استهلك منه إكس، عدد مولاته إكس. كون هنا قد إيه؟ 2 إكس. يبقى هنا عند الاتزان 1 ناقص إكس، وهنا عند الاتزان 2 إكس. قال لي وبعدين؟ قلت له أنت إكس بقى معاك، مش إكس ده مقدار ما استهلك من المتفاعلات المتفكك من المتفاعلات ب 37 من 100 مول على 1 لتر، يبقى تركيز المستهلك إكس هيساوي 37 من 100 مولار. يبقى هنا 1 ناقص 37 من 100، الإكس خلاص أنت عرفتها. يبقى هنا تركيز ال N2O4 عند الاتزان هيساوي ايه؟ ما انا عايز تركيز المتبقي منه عند الاتزان، استهلك منه 37 من 100. خلاص يبقى المتبقي كام؟ هنشوف اهو 1 ناقص 37 من 100 يطلع في الاخير 63 من 100 مولار. وتركيز ال NO2 عند الاتزان هيساوي كام؟ قال لي هيساوي 2 اكس يا مستر. هيساوي 2 في 37 من 100 يطلع في الاخير بكام يا شباب؟ ب 74 من 100 مولان. فمعايا تركيز الاثنين، اعرف اجيب قيمه ثابت الاتزان كي سي، طبعا ان شاء الله اقدر. هيساوي تركيز النواتج NO2 لكل تربيع على تركيز المتفاعلات N2O4، الاثنين معايا هعوض بالقيمتين، يطلع في الاخير ب 0.869. ادي قيمة الكيسي، تطلع الإجابة 87 من 100. تمام؟ نشوف مسألة 29 علشان نأكد على الفكرة بتاعت عند الاتزان. وضع 1 مول من الـ ONCL في إناء حجمه 1 لتر، وعند الاتزان تفكك فقط 5.3% من الـ ONCL، ده المتفكك، احنا عايزين المتبقي عند الاتزان. يبقى هنا عند الاتزان تفكك قولنا نسبة المئوية للمتفكك هيساوي عدد مولات المتفكك على عدد المولات الكلي، واللي يطلع اضربه في كام؟ في 100. النسبة معايا وعدد المولات الكل معايا وال100 معايا، ومنها يبقى عدد المولات المتفككة هيساوي النسبة المئوية عندك ب 5.3، فعدد المولات الكل من المادة اللي هو 1 مول. وبعمل لك انا بالطريقة دي ليه؟ ممكن يخليها 2 مول، يخليها 3 مول، يبقى انت عارف هتتعامل ازاي. عدد المولات الكل اللي هو 1 مول مقسوم على كام يا شباب؟ على 100. يطلع في الاخير
ب 0.053 مول. جبنا عدد المولات المتفككة، هنجيب التركيز للمتفكك. التركيز هيساوي عدد المولات المفككة على حجم المحلول باللتر اللي هو طلع واحد. طلع التركيز 0.053 مولاري. ده تركيز المتفكك من مين؟ من الـ ONCL. أروح للمعادلة أقول له 2 ONCL، سهم رايح جاي، 2 NO زائد CL2. ده عند الاتزان، الأول في بداية التفاعل كان كام مول؟ 1 مول منه على 1 لتر، يعني تركيز 1 مولاري. النواتج عند الاتزان بتساوي، عند الاسف في بداية التفاعل بتساوي صفر. وبعدين ده استهلك منه قد ايه؟ قال لي يستهلك منه 2 اكس عشان هو 2 مول، عشان يطلع 2 اكس ويطلع هنا اكس. المتبقي منه عند الاتزان 1 مولاري ناقص 2 اكس، وهنا صفر زائد 2 اكس، وهنا صفر زائد اكس. قال لي خد بالك بقى الاكس بكام؟ كل المجموعه تركز معايا، خلي بالك ان المستهلك منه عند الاتزان المتفكك منه قبل الوصول للاتزان اهو، ادي عدد المولات المتفككه منه اللي هي هتساوي 2 اكس. خلي بالك، يبقى نقدر نقول انه، نركز بعد اذنك، المتفكك منه اهو هو ده، يبقى 2 اكس عشان ما تتلخبطش بتساوي كام؟ 53% مولاري. ومنها الاكس الواحده بكام؟ ما اقول لك المتفكك منه، والمتفكك هو ده المستهلك منه. متفكك يعني المستهلك من المتفاعلات. خلاص يبقى الاكس على طول هنجيبها، هنقسم على 2 0.0265 مولاري. طلعنا الاكس، خلاص يا مستر بقى معايا تركيز الاو ان سي ال عند الاتزان 1 ناقص 2 اكس، يعني العدد الكلي للمولات ناقص المتفكك منه، خلاص، او التركيز الكلي ناقص المتفكك، يطلع في الاخير 1 ناقص ال 2 اكس. احنا قلنا بكام؟ ب 53 من 1000. طلع تركيز الاو ان سي ال هيساوي عند الاتزان هيساوي 0.947 مولاري. هنجيب تركيز ال ان او عند الاتزان هيطلع بكام؟ قال لي هيساوي 2 اكس، يعني هيساوي المقدار ده اللي احنا سويناه بكام؟ ب 2 اكس، يطلع ب 0.053 مولاري. تركيز السي ال 2 عند الاتزان قال لي هيساوي اكس، اكس طلع بكام؟ انت قسمته وطلعت الاكس بكام؟ 26 مولاري. من هنا بقى نقدر نجيب قيمة الكي سي. كي سي هتساوي حاصل ضرب تركيز النواتج سي ال 2 في تركيز ال ان او تربيع عند الاتزان الى حاصل ضرب تركيز المتفاعلات عند الاتزان. ده معاك وده معاك وده معاك، هتعوض بالقيم دي، هنطلع منها قيمة الكي سي اللي الكي سي تطلع ب 8.3 × 10^5. طلعنا الكي سي. نشوف مثال 30، بيقول لي لتفاعل معين كانت قيمة الكي عند درجة حرارة 25 بتساوي 1.2 × 10^3، وعند درجة حرارة 50 كانت 3.4 × 10^1. هل التفاعل طرد أو مص؟ قال لي على طول ما توجعش دماغك، تعمل لي علاقة بين الثابت والتغير في درجة الإيه؟ والتغير في درجة الحرارة في درجة سيليزية. لو علاقة طردية يبقى التفاعل مصر، التفاعل طرد. قال لي عند درجة حرارة 25 درجة سيليزية كان 1.2 × 10^3. لما بقى 50 درجة سيليزية بقى 3.4 × 10^1. كده برفع درجة الحرارة الكي سي زاد، ده كده زاد وده كده زاد. طب العلاقة دي علاقة ايه يا شباب؟ علاقة طردية، وانا مفهمك قبل كده، اذا كانت العلاقة طردية يبقى التفاعل مص للحرارة، لو العلاقة بينهم عكسية يبقى التفاعل طرد للحرارة. تعالى اما اثبت لك التفاعل المص للحرارة اللي هي في المتفاعلات، كل ما نرفع درجة الحرارة التفاعل ده يمشي ايه؟ يمشي طردي، يقوم يزود مين؟ النواتج، يزود الكيسي. ولو ما نقلل درجة الحرارة يمشي عكس، يقوم يقلل الكيسي.
كده الكي سي تزيد وكده الكي سي تقل، تمام؟ يبقى التفاعل بتاعنا ده طالما العلاقة طردية يبقى تفاعل ماص للحرارة. نشوف السؤال 31، بيقول لي لديك التفاعل المتزن الثاني N2 زائد 3 H2 سهم راح جاي تقول H3 دلتا H بالايه؟ بالسالب، دلتا H هنا سالب. كانت قيمة الكي للنظام ده أو للتفاعل المتزن ده بأربعة في عشرة أس تمانية. إذا تم رفع درجة الحرارة ل 500 درجة سيليزية، خد بالك ده كان عند درجة حرارة كام؟ 25. لو درجة حرارة 500 يبقى كده أنا رفعت درجة الإيه؟ الحرارة. بصراحة أقول لك أنا رفعتها. قول الموضوع عايز هدوء، دلتا اتش سالبة يبقى التفاعل ده طارد للحرارة، يعني الهيت فين؟ الهيت في النواتج. حلو؟ إذا تم رفع درجة الحرارة فهي العبارات التالية تكون صحيحة. تفاعل زي ده لو رفعنا درجة الحرارة من قبل ما أكمل كده، لو رفعنا درجة الحرارة يمشي في الاتجاه الإيه؟ هينشط في الاتجاه اللي هيقلل درجة الحرارة هو الاتجاه العكسي. شوف بقى الكلام اللي يليق مع الموضوع ده. قيمة الكي عند 500 تبقى أكبر من الكي عند 25، يمشي عكس الكي هتقل. المعلومة دي غلط. لأن إحنا قلنا في التفاعلات الطارئة للحرارة الكي تتناسب عكسيًا مع درجة الحرارة. عند الاتزان كمية الـ NH3 عند 500 أكبر منها عند 25 برضه غلط، لأنه هيمشي عكسي فهيقلل النواتج لغاية ما يوصل للاتزان ويبقى النواتج قليلة برضه. لا يفضل تكوين النواتج عند رفع درجة حرارة، طبعا صح، لأن كل ما ترفع الحرارة يمشي عكسي مفيش نواتج هتتكون. التفاعل مصل الحرارة، طبعا المعلومة دي غلط، التفاعل ده ولاد طارد للإيه؟ للحرارة. تبقى الإجابة جيم. تعالوا نشوف مع بعض سؤال 32. بيقول لي للنظام المتزن اللي امام حضرتك ده الكي بي ب 50 درجة سيليزية عند 444 درجة سيليزية وعند ضغط 1 اتموسفير، فما قيمة الكي بي عند ضغط 2 اتموسفير؟ هو كده الضغط ماله؟ زاد ولا قل؟ زاد، ده تضاعف الضغط. أرد عليه أقول له وماله ما يتضاعف الضغط؟ قيمة الكي بي هتبقى بكام؟ قال لي الكي بي هتبقى بـ50. أقول له إزاي ده الضغط تضاعف؟ أقول له ثابت الاتزان كي بي لا يتغير إلا بتغير درجة الإيه يا شباب؟ درجة الحرارة. لا تغير لا تغير درجة الإيه؟ ماليش دعوة بتغير الضغط. نشوف مع بعض السؤال رقم 33، مديني معادلة ومديك قيمة للكي بي برمز كي بي، فما قيمة ثابت الاتزان للتفاعل التالي؟ ما هو التفاعل الأساسي هو H2 زائد Cl2 إيكوال 2HCl. لو عكسنا بقى وخلينا 2HCl سهم رايح جاي هيدينا H2 زائد Cl2. لو ثابت الاتزان هنا كي بي، ثبت الاتزان هنا اللي هو كي بي داش هيساوي 1 على الكي بي الاصلي. طيب لو قسمنا على الاثنين، قال لي يبقى ده تاخد الجذر التربيع بتاعه، يبقى الكي بي داش هيساوي 1 على الجذر التربيع للكي بي، بس كده. تقسم على الاثنين هنا تاخد الجذر التربيع، تقسم على ثلاثة تاخد الجذر التربيع، تضرب في اتنين تاخد أس اتنين، تضرب في ثلاثة تاخد أس ثلاثة، تضرب في خمسة تاخد أس خمسة، تمام؟ شوف مسألة 35، بيقول لي التفاعل المتزن أمامك سي زائد سي أو 2 إيكوال سي أو 2 والكي بي بكذا عند درجة حرارة 1000، احسب الضغط الجزئي للسي أو عند الاتزان إذا كان الضغط الجزئي للسي أو 2 بكذا. مسألة تعويض مباشر، الكي بي يساوي، هل السي معانا؟ لا، تتضمن معادلة ثابت الاتزان كي بي الغازات فقط، بي للسي او 2 للسي او بس باور 2 على بي للسي او 2 هيساوي، انت عايز مين يا مستر؟ قال لي انا معايا الكي بي، احسب البي سي او وهو مديني البي سي او 2 ومنها يبقى الضغط الجزئي للسي او هيساوي الكي بي
مضروب في البي لل سي او 2، كل ده تحت الجذر لان ده كان تربيع وشلت الجذر. هعوض على طول هتطلع البي سي او يعني الضغط الجزئي للسي او 5.3 اتموسفير. تمام، تعالوا نشوف مع بعض المسألة رقم 36. بيقول لي 2 SO2 زائد O2 equal 2 SO3، وإذا تم ملء وعاء بغاز الـ SO3. ودي التريك، إن هنا غاز الـ SO3 في النواتج، يعني المفروض يقول لك تم ملء الوعاء بالـ SO2، يعني فاهمين؟ هتفهم قصدي. عند ضغط 2 أتموسفير، يبقى ضغط ده في بداية التفاعل كان بـ 2 أتموسفير، وعند الوصول للاتزان كان ضغط الأكسجين بواي، احسب قيمة الكي بي. معادلة سهلة وبسيطة، نفس الفكرة اللي بتاعته عند الوصول للاتزان، وبديني معلومة عند الاتزان وعند بداية التجربة. كل المجموعة تركز معايا، لأن اللي احنا تعودنا نقوله هنقول عكسه شوية. ازاي؟ في بداية التجربة المفروض إن دي متفاعلات تركيزاتها موجودة بنسبة عالية والناتج بصفر. لا، بالنسبة لمعادلتنا اللي هو عايز يحسب قيمة التفاعل ده، ده المتفاعلات مش دول، ده المتفاعلات. فالمفروض ان حضرتك المتفاعلات بتاعتك في المعادله الجديده 2SO3 هو ده اللي كان موجود في بدايه التجربه، والمجموعه كلها تنتبه معايا 2SO2 زائد الـ O2 ده كان ضغطه 2 اتموسفير، والاثنين دول مفيش، ها استهلك فقل ضغطه بمقدار سالب 2 واي، قل بمقدار 2 واي، وده هيزيد بمقدار 2 واي، والاكسجين هيزيد بمقدار واي. ما هو قال لك ان ضغط الاكسجين هيزيد اهو بمقدار واي، ليصبح ضغط الاكسجين عند الاتزان واي، وضغط ثاني اكسيد الكبريت 2 واي. طب وضغط ثالث اكسيد الكبريت عند الاتزان 2 ناقص 2 واي، ومنها كي بي للتفاعل ده هيساوي الضغط الجزئي للنواتج، ادي اس او 2 لكل تربيع في الضغط الجزئي للاكسجين، مقسوم على الضغط الجزئي للاس او 3 لكل تربيع. تمام، يبقى الكي بي اللي حضرتك هتطلعه للتفاعل بتاعك، دي التريك، ان التفاعل اللي حصل في الوعاء عكس التفاعل ده، عكسه اصلا. الاس او 3 هي اللي بدا بيها التفاعل. الاس او 2 هيبقى بكام؟ قال لي الاس او 2 يبقى ب 2 واي الكل تربيع، في الاو 2 بكام؟ بواي، على الاس بي اس او 3 بكام؟ ب 2 ناقص 2 واي الكل تربيع. كده انت طلعت الكي بي لانهي تفاعل؟ طلعنا الكي بي للتفاعل ده. اللي مطلوب منك الكي بي للتفاعل ده، يبقى الكي بي داش اللي حضرتك عايزه هيساوي واحد على الكي بي اللي انت مطلعه. واحد على الكي بي، معلش نقصر الخط شويه عشان ما فيش مساحه، يبقى تساوي واحد على الكي بي اللي حضرتك مطلعه، هيساوي مقلوب الكي بي اللي انت مطلعه، يعني 2 ناقص 2 واي الكل تربيع، مقسوم على 2 واي تربيع في الواي. وهي دي يا اولاد هتبقى الاجابه. يوم حضرتك تختار اجابتك، هي اعتقد هي دي اللي هتبقى الاجابه يا اولاد. تمام، تعالوا نشوف مساله رقم 41. اي العبارات التاليه خاطئ بالنسبه لهذا الاتزان؟ اذا سخن النظام يزاح النظام يمينا، قال لي اذا سخن يبقى ده تاثير درجه حراره. اعمل المعادله بتاعتي دلتا اتش هنا بالموجب، يبقى الهيت فين؟ الهيت في المتفاعلات. اذا سخن النظام، النظام ده يزاح يمينا، هيمشي في الاتجاه الطردي. المعادله دي صح، الجمله دي صح. اذا زاد الضغط على النظام قلت له انت بتكلمني في تاثير الضغط، احول المعادله لموليه غازيه. في كم مول من الغاز في المتفاعلات؟ 2 مول. في كم مول من الغاز في النواتج؟ 2 مول. عدد مولات الغاز في المتفاعلات تعادل مولات الغاز في النواتج، يبقى الضغط لا يؤثر. الجمله دي غلط. اضافه غاز الهيدروجين يزيد قيمه ثابت الاتزان، غلط. التفاعل ده تفاعل متزن، ثابت الاتزان قلنا لا يتغير.
إلا بتغير درجة الحرارة. لا يتغير إلا بتغير درجة الإيه؟ الحرارة، لتصبح الجمل الخاطئة هي الجملة 2 وإيه؟ الجملة 2 و3. تمام؟ تعالوا نشوف مع بعض مسألة 42. مديلك أهو معادلة موزونة، ومديلك قيمة للكي بي عند درجة حرارة 25 في وعاء قدر 1 لتر. إذا زاد حجم الوعاء ل 2 لتر، إيه المقصود بقى إذا زاد حجم الوعاء ل 2 لتر؟ زيادة حجم الوعاء معناها نقص الضغط. وهتكلمنا عن تأثير الضغط، حول المعادلة لمعادلة مولية غازية. في 2 مول من الغاز في المتفاعلات، وفي هنا 2 و1، يبقى 3 مول من الغاز في النواتج. أنت واقف على السهم، أنا قللت الضغط، ترد عليا تقول لي طبقا لقاعدة لوشاتيليه يسير هذا النظام في الاتجاه اللي هيزود ضغط الغاز، يعني هيزود عدد مولات الغاز، عدد مولات الغاز يعني هيزود حجم الغاز، يعني هيصير التفاعل في الاتجاه الايه؟ الطردي. لما يمشي طردي الكي بي يزيد ولا يقل؟ ولا يتأثر، لانه مش درجة حرارة. يزاح النظام يمينا، يزاح النظام يمينا، وهي دي الاجابة. علشان خاطري خلي بالك من التركات، انه هيدي لك عوامل ويغيرها ويسألك على تأثيرها على ثابت الاتزان. ثابت الاتزان لا يتأثر الا بتغير درجة الايه اولاد؟ الحرارة. تعالوا نشوف المسألة رقم 43. بيقول لي التفاعل المتزن التالي 2A زائد، لا مش زائد، 2A في حالة اتزان مع 2B زائد C. تمام؟ قلت له تمام. ده كان الكي بتاعه بواحد وثمانية من عشرة في عشرة أس سالب 5. بس خد بالك ده عند درجة حرارة عالية. طب وليه يعني دي هتفرق في ايه؟ كمل بقى. عند وضع الخليط الاتزان ده في حوض تلج، ايه اللي يحصل؟ عايز اشوف تأثير درجة الحرارة عليه، دورت على القيمة والتفاعل طرد ولا ماص؟ اللي عندك معلومة ذهبية. المعلومة الذهبية دي بتقول ايه؟ بتقول انه كان قيمة الكي سي ليه بكام؟ قالك كانت ب10 أس سالب 5، يعني قليلة. يعني الكي كان أقل من الواحد. إمتى؟ عند درجة الحرارة الإيه؟ العالية. سريعا كده، العلاقة بين الكي ودرجة الحرارة طردية ولا عكسية؟ يعني الكي هنا قليلة لما كانت درجة الحرارة عالية. قال لي يا مستر العلاقة دي علاقة إيه؟ قلت له علاقة عكسية. برافو عليك، العلاقة دي علاقة عكسية. ولما تبقى العلاقة بين الكي ودرجة الحرارة عكسية، يبقى التفاعل ده تفاعل ايه؟ برافو عليك، طارد للحرارة. طارد للحرارة معناها ايه يا مستر؟ قال لي معناها ان الهيت فين؟ قولوا لي بسرعة الهيت هتبقى فين؟ برافو عليك، الهيت هتبقى، الهيت هتبقى فين؟ هتبقى في النواتج. حلو، يبقى انا وصلت للمعادله الموزونه. اقدر اجاوب على اسئلته. انت واقف على السهم اهو، ها بقول لك وضع في حوض به ثلج، يبقى انا قللت درجه الايه؟ الحراره. انت تمشي التفاعل ده في الاتجاه اللي يعمل ايه؟ اللي يزود درجه الحراره، هو الاتجاه الايه؟ الطردي. يمشي التفاعل طردي، لما يمشي طردي يزيد تركيز الايه؟ غلط. يزيد البي صح، لا يؤثر على الاتزان غلط، لا توجد اجابه صح على الاجابه غلط. تمام، هتبقى الإجابة الصح إنه يزيد تركيز البي. التركة في إيه؟ في المقارنة بين قيمة ثابت الاتزان مع درجة الحرارة. أهي طريقة ووسيلة عرفتني نوع التفاعل من حيث درجة، من حيث الحرارة، يعني نوع التفاعل الحرارية طارد أم ناص للحرارة. في التفاعل السابق إذا زاد الضغط هنضطر نكتب لك التفاعل السابق تاني. 2A سهم إدانا 2B زائد C. حلو؟ وكلهم غازات. هتكلمنا على تأثير الضغط، أكلمك على مولات غازية. في 2 مول غازي هنا وفي 3 مول غازي هنا. نتوكل على الله. أنا إذا زودت الضغط، أنت واقف على السهم، تعمل إيه على السهم؟
انا ازود الضغط انت تبقى له شاتيليه، يسير النظام في الاتجاه الذي يقلل الضغط، يعني يقلل عدد مولات الغاز، يعني يقلل حجم الغاز، وهو الاتجاه العكسي. طب لما يمشي عكسي هيزيد تركيز الاي، هيزيد تركيز الاي، هيزيد تركيز البي غلط، الكي تقل غلط، تتاثر بدرجه الحراريه يؤثر برضه غلط، تبقى الاجابه الف. نشوف سؤال 45 للنظام المتزن التالي: عند اضافه حمض الهيدروكلوريك ماذا يحدث؟ الحمض الهيدروكلوريك الكتروليت قوي، تم التأين، اتفكك ليتش موجب زائد سي ال سالب. الله، ده انت كده زودت تركيز مين؟ السي ال سالب، كده معناها زيادة تركيز السي ال سالب. طبقا لقاعدة لوشاتيليه يتحرك هذا النظام في الاتجاه الطردي، يقوم يخلي لون المحلول ازرق. تمام. في التفاعل السابق اذا اضيف محلول نترات الفضة، نترات الفضة اي جي NO3 أكوس، ده محلول هيتفكك لـ AG موجب زائد NO3 سالب أكوس. كلنا يعلم جميعا أنه يتم الكشف عن أيون الفضة بأيون الكلوريد، يتحد أيون الفضة مع أيون الكلوريد ويديني راسب أبيض من كلوريد الفضة. معناه كده أن تركيز الCl سالب هيقل، لما تركيز السي ال سالب هيقل ينشط هذا التفاعل في الاتجاه انهي؟ في الاتجاه العكسي، عشان يزود تركيز السي ال سالب، يقوم يخلي لون المحلول وردي. نشوف مسأله 47 للنظام المتزن التالي، مدي لك نظام متزن اهو حطه لك في اطار. اي التغيرات التاليه يمكن ان يزيد من تركيز الفي 2؟ ممكن نجرب اضافه حمض. لما هتضيف حمض اتش اي، واتيفر بقى الحمض ده مين، هيزود تركيز الاتش موجب، صح؟ يوم الاتش موجب ده يتحد مع الاو اتش سالب علشان يدي اتش 2 او، ضربنا عصفورين بحجر، انت كده قللت تركيز الاو اتش سالب وزودت كميه الميه. طبقا لقاعده لوشاتيليه انت زودت ما انت كده قللت اهو، يبقى انت لما ضفت الاتش اي مش هقولك خطوه خطوه، لما ضفت الاتش اي اتفكك وادى اتش موجب، الاتش موجب سحب الاو اتش وخد وكون ميه، يبقى ان كانك قللت الاو اتش طبقا للوشاتيليه سير النظام في الاتجاه الطردي، كانك زودت الاتش 2 او طبقا للوشاتيليه سير النظام في الاتجاه الايه؟ الطردي. ولما يمشي طردي تركيز الفي 2 موجب يزيد ولا يقل؟ قال لي يقل، يبقى لا اضافه حمض. لا، إضافة كشف يرسب الـ V3 موجب. كشف يرسب الـ V3 موجب معناه إن تركيز الـ V3 موجب يقل. طب لما أنا أقلل تركيز الـ V3 موجب طبقا للوشاتيليه يسير التفاعل برضه في الاتجاه الطردي علشان يزود تركيز الـ V3 موجب، وبالتالي لما يمشي طردي ده هيقل. فتح الدورة، قال لي لما نفتح الدورة هيتصاعد غاز الهيدروجين يا أولاد، لأنه غاز، معناه انك قللت تركيز غاز الهيدروجين طبقا للوشاتيليه سير التفاعل في الاتجاه الطردي ليزيد تركيز الهيدروجين، برضه الفي 2 موجب ما قل ما زادش. اضافه محلول ايه؟ قلوي. اضافه محلول قلوي معناه ان انا زودت تركيز الاو اتش سالب، ولما زود تركيز الاو اتش سالب طبقا للوشاتيليه يسير التفاعل في الاتجاه العكسي عشان يقلل تركيز، يبقى هو ده العامل الوحيد اللي هيزود أولي. تمام. نشوف المساله 48 ويركزوا في تعليقاتي عليها. بي زائد كيو يدينا 2 ار زائد اس، ده معادله موزونه تفاعل متزن. كان تركيز كيو ده عند الاتزان 10 مولات، وزيبة 5 مول من كيو في الخليط، حلو؟ فماذا تتوقع لتركيز كيو عند الاتزان؟ هو كان تركيزه عند الاتزان 10 مولار، اكبر خطي هنا وعايز المجموعه كلها تركز معايا، ده كان 10 مولار، زودت انت عليه 5 مول او 5 مولار، 5 مول لللتر يعني 5 مولار، كده معناه انت عملت ايه؟ معناه ان احنا زودنا تركيز الكيو.
لما زود تركيز الكيو طبقا لقاعدة لوشاتيليه اتحرك التفاعل في الاتجاه الطردي عشان يقلل الزيادة اللي حصلت في تركيز مين؟ الكيو. سؤال بقى، لما يمشي في الاتجاه الطردي هو لما زودته بقى المفروض 15 مولاري، لما يمشي طرد عشان يقلل الزيادة هيرجعها 10 مولاري تاني ولا يفضل 15 ولا هيوصل لنقطة اتزان عند تركيز 10 ولا 5 ولا أعلى من العشرة؟ لا، هيوصل عند أعلى من العشرة يا أولاد. يبقى خدوا بالكم، هو أوريدي كان فيه كام؟ 10 مولاري، أنت زودته كمان 5، زودت تركيزه طبقا للروشاتيليه اتحرك في الاتجاه الطردي عشان يقلل التركيز اللي هو بقى الجديد كام؟ 15 مولاري، عشان يمشي كده عشان يقلله، لما يقلله يخليه كام؟ هل هيفضل 15 مولاري؟ لا، لأنه هيمشي طرد عشان يقل. طب هيرجع يبقى 10 مولاري زي ما كان؟ لا طبعا، لأنك لما تزود التركيز خلي بالك إنه هيوصل لنقطة اتزان جديدة، تركيزاته تختلف وتتغير في المتفاعلات المناطق بالسازون. ما هيرجع للعشرة تاني. طب هيبقى بين الخمسة والعشرة؟ لا، ازيد من العشرة يا مستر، ما كان 10 بقى 15. هيمشي طرد عشان يقلل ال 15 ما بين العشرة وال15. يبقى خد بالك لو التفاعل ده انا مثلته بيانيا كده وليكن وصل لاتزان كده وده وصل لاتزان كده، حلو، بحيث قيمة ثابت الاتزان بتساوي كذا. لو انا زودت تركيز الايه؟ المتفاعلات. لما زود تركيز المتفاعلات قال لي خلي بالك ان التركيزات هتتغير، هيبدأ سي ان ده كان عند تركيز 10 مولاري، لما زودت كمان 5 منه بقى كده وده بقى كده، بحيث ان ده عند الاتزان بتاعه بقى فوق العشر مولاري. بس خلي بالك لازم يبقى اقل من ال 15، انك مزودته 5 بقى 15، في قدر استهلك منه علشان يرجع النظام لنظام متزن، بس عمره ما يفضل 15 وعمره ما هيرجع لل 10، يبقى وسط بين الاثنين. تمام، هيبقى الاجابه الصح ما بين ال 10 وال 15. تعالوا نشوف مع بعض رقم 51 ويقول لي التفاعل المتزن التالي تم اجراؤه في اناء صلب. اقول لكم قصدي ايه من الكلمه دي. 2H2 زائد X2 equal 2H2X زائد H. اي العوامل التاليه يقلل تركيز ال H2؟ اضافه غاز الارجون، الارجون ده غاز خامل. اللي علينا في المنهج اضافته لاناء صلب. الاناء نفسه مش هيتمدد لما تضيف الغاز. فاضافه الغاز الخامل يزيد الضغط الكلي للغازات داخل الإناء دون أن يؤثر على وضع الاتزان، دون أن يؤثر على وضع الإيه؟ الاتزان. إنما لو الإناء ده كان إناء مرن، فأنت لما هتضيف غاز الأرجون معناه إنك هتزود حجم الغاز جوه، هيتمدد الإناء، الاتزان يختل. انما اللي علينا، انا بقول لك هو اللي علينا اناء صلب، دي الحاله اللي علينا انه دايما الاواني بتاعتنا اواني صلب. حلو، فاضافه غاز خامل وانت مغمض لا يؤثر على وضع الاتزان. اضافه الاكس 2 هيمشي طردي. طب ما هو لما يمشي طردي تركيز الاتش 2 هيقل طبعا. الاجابه دي صح. خلاص؟ وبقول لك ايه؟ اي العوامل التاليه يمكن ان يقلل تركيز الاتش 2. حلو، طب التبريد، قال لي التبريد، قال عم انت يمكن ان يقل التبريد، قلت له التبريد ده الانرجي هنا ابرد يوم التفاعل يمشي في الاتجاه الطردي. طب لما يمشي في الاتجاه الطردي تركيز الاتش 2 هيزيد ولا هيقل؟ قال لي تركيز الاتش 2 برضه هيقل، يبقى ده يقلل تركيز الاتش 2. تمام، ازاله الاكس 2 هيمشي التفاعل في الاتجاه العكسي، ولما يمشي التفاعل في الاتجاه العكسي تركيز ال H2 هيزيد. بس اعتقد ان ده كان السؤال مش يقلل بقى، يزيد تركيز ال H2، فتبقى الاجابه دي يزيد.
والاثنين يقلل ايا كان بقى شكل الاجابه على السؤال، او السؤال اعتقد ان انا كاتبه في الانجليزي يزيد. تمام، تعالوا نشوف مع بعض السؤال المهم قوي ده. تتغير قيمه كي دبليو للماء النقي بتغير درجه الحراره حسب الجدول ده، بزياده درجه الحراره قيمه الكي دبليو زادت. العلاقه دي علاقه ايه؟ طرديه. يبقى خلينا نقر ان عمليه تفكك الماء لايوناته عمليه موصله للحراره، طالما العلاقه علاقه طرديه. العلاقه بين الكي دبليو ودرجه الحراره علاقه طرديه، يبقى العمليه دي عمليه موصله للحراره. يبقى التفكك الايوني للماء موصل الحراره صح، يزيد تركيز الاتش موجب بزياده درجه الحراره صح، لانه برفع درجه الحراره يمشي التفاعل في الاتجاه، النظام ده مش في الاتجاه الطردي، وبالتالي تركيز الاتش موجب هيزيد. انا عايز المجموعه كلها تركز معايا في البوينت دي، هنا برفع درجه الحراره، خد بالك بقى تركيز الاتش موجب هيزيد وتركيز الاوتش سالب برضه هيزيد. يبقى تركيز الاتش موجب وتركيز الاوتش سالب الاثنين هيزيدوا، وبالتبعيه الكي دبليو هيزيد، ده كله برفع درجه الايه؟ الحراره. كل ده زاد، بس خد بالك ويظل تركيز الاتش موجب مساويا لتركيز الاو اتش سالب. حلو، وايه كمان؟ قال لي ويظل الماء متعادل، هيبقى تركيز الاتش موجب بيساوي تركيز الاتش سالب ولا يساوي ال 10 اس سالب 7 بتاعتها، لانه خلي بالك هكتبها لك في مكان اوسع اهو. هنا برفع درجة الحرارة تركيز الاتش موجب زاد وتركيز الاو اتش سالب زاد، بس دلوقتي ما بقاش بيساوي 10 اس سالب 7 مولار، بقى اكتر من كده، عشان يبقى حاصل الضرب يساوي المقدار الجديد اللي هو 1 في 10 اس سالب 13. هنا تقدر تقول ان الكي دبليو بيساوي تركيز الاتش موجب في تركيز الاو اتش سالب بيساوي 10 اس سالب 13 13 يا مستر. تقدر انت منها تجيب ده او ده، لان الاثنين متساويين، هتلاقي تركيزهم بقى اكتر من 10 اس سالب كام؟ 10 اس سالب 7. بس ما تنساش ان الميه هتفضل متعادله، بس زادوا زادوا بس لسه متساويين، لان خلي بالكوا ان الكي دبليو بيساوي ده 10 اس سالب 14 عند درجه حراره كام؟ 25 لها درجه حراره الغرفه. الماء لا يكون سائلا متعادلا، غلط، الماء يظل متعادل في كل حالاته. وبالتالي هنا كما في الجدول العبارات الثلاث صحاحه الاولى والثانيه صحاح. طبعا تعالوا نشوف سؤال 56. تتغير قيمه الكي بي مع درجه الحراره بالشكل البياني كما هو موضح بالشكل. الشكل البياني ده مخلي العلاقه اللي قدامك دي علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. حلو، بس اوعى تتسرع. العلاقه بين الكي بي وواحد على تي، العلاقه بين كي بي وواحد على تي، فاهمين؟ ودي التركه، والسؤال ده جميل قوي قوي قوي، اللمحين ياخدوا بالهم منه. معنى كده ان العلاقه بين الكي بي والتي علاقه طرديه، ولما تبقى العلاقه بين الكي ايكوليبريم والتي درجه سيليزيوس طرديه، يبقى التفاعل ده تفاعل ماص للحراره. التفاعل ده تفاعل ماص للايه؟ للحراره. يعني ايه تفاعل ماص للحراره؟ يعني الهيت هنا. اي الاستنتاجات صحيح؟ التفاعل ماص، اه ماص. يحتوي خليط الاتزان على نسبه عاليه من الزد عند درجه حراره عاليه. اسال نفسي، انا اسف، التفاعل ماص للحراره يا اولاد، يبقى الهيت فين؟ تبقى الهيت هنا في المتفاعلات، الهيت هنا. نوسع لنفسنا، ادي هيت زائد اكس زائد واي، سهم يدينا زد، الهيت هنا. يبقى التفاعل ماص، اه التفاعل ماص. يحتوي خليط الاتزان على نسبه عاليه من الزد عند رفع، اقول له برفع درجه الحراره يتحرك التفاعل في الاتجاه الطردي، هيزود تركيز الزد، اه. يحتوي خليط الاتزان على نسبه عاليه من زد عند زياده الضغط، قلت له ضغط، يبقى احولها لموليه غازيه، في 2 مول من الغاز في المتفاعلات، 1 مول من الغاز في النواتج. عند زياده الضغط يتحرك هذا النظام في الاتجاه الذي يقلل الضغط، هو الاتجاه الطردي. لما يتحرك النظام في الاتجاه الطردي
هيزود قيمة الزد، يبقى الثلاث جمل يا أولاد ثلاث جمل صحيحة. الثلاث جمل دي يا أولاد ثلاث جمل صحيحة، خلي بالك من تركة واحد على تي. نشوف سؤال 58 مع بعض. بيقول لك يتضاعف معدل التفاعل الكيميائي برفع درجة الحرارة 10 درجات سلسية. ملحوظة في كتاب المدرسة. عندك تفسير لها؟ إيه اللي بيخلي معدل التفاعل يتضاعف؟ هو هل اللي بيحصل إن تتضاعف متوسط طاقة الجزيء؟ أنا هفسرها لك. ولكن ده كان النظام. في الجزيئات A وB وC وD وE وF. ده كان جزيء منشط وده جزيء منشط وده جزيء منشط. لما تتضاعف متوسط طاقة حرارة كل ده، ده هزود عدد جزيئاته المنشطة في حاجة. يؤدي إلى تضاعف معدل التفاعل، يبقى مش متوسط طاقة الحركة ولا متوسط سرعة الجزيء هيفرقوا في حاجة. ما هو دلوقتي جزيء منشط طاقة الحركة أكبر من طاقة التنشيط فيدخل التفاعل. عند التفاعل خلاص يدخل التفاعل عند الاستضافة. يبقى ده ما يخليش المعدل يتضاعف. سرعة الجزيء ما تخليش المعدل يتضاعف. أو تضاعف سرعة تضاعف مش المعدل يتضاعف. تضاعف إيه؟ تضاعف عدد التصادمات الجزيئية بالنسبة للزمن؟ تضاعف عدد التصادمات بالنسبة للزمن؟ لا. خلي بالك بقى. يتضاعف عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة أكبر من الحد الأدنى للطاقة. سي إن النظام ده كان فيه 3 جزيء منشط. برفع درجة الحرارة 10 درجات أصبح عدد الجزيئات المنشطة الضعف. 6 جزيئات منشطة. وبالتالي لما يتضاعف عدد الجزيئات المنشطة يتضاعف معدل التفاعل الكيميائي. يبقى الإجابة إيه يا أولاد؟ الإجابة د. يبقى تضاعف عدد الجزيئات المنشطة اللي هي الجزيئات التي تمتلك حد أدنى من الطاقة يمكنها من التفاعل عند الإيه؟ الاصطدام. مش تضاعف عدد التصادمات الجزيئيه، يقصد التصادمات الجزيئيه اولاد، يعني تضاعف عدد تصادمات الجزيئات. فيما بين الجزيء الواحد معدل تصادماته نفسها زاد للضعف، لا انا عايز 2 جزيء يتصادم. بدل ما جزيء واحد كان يتفاعل عند الاصطدام بقى عندي 2 جزيء يتفاعل عند الاصطدام، معناه ان معدل التصادم معدل التفاعل يتضاعف. تعالوا نشوف مع بعض. تم دراسه 4 تفاعلات عند نفس درجه الحراره. فأي المنحنيات التالية يعبر عن التفاعل الذي يتم في أسرع وقت ويعطي نواتج جيدة؟ التفاعل يتم في إيه؟ دول 4 تفاعلات، ركزوا معايا المثال ده عايز تركيز. عند نفس درجة الإيه؟ الحرارة. أي المنحنيات التالية يعبر عن التفاعل الذي يتم في أسرع وقت ويعطي نواتج جيدة؟ إيه الأشكال اللي قدامك دي؟ أنا أقول لك إيه الأشكال اللي قدامك دي. التفاعل ده تفاعل ماص للحرارة، وده ماص للحرارة، وده طارد وده طارد. ليه يا مستر؟ ادي منحنى الماص للحرارة محتوى الحرارة ناتج أكبر من المتفاعلات، ناتج أكبر من المتفاعلات. الطارد إن محتوى الحرارة ناتج أقل من المتفاعلات، ناتج أقل من المتفاعلات. عشان التفاعل يتم في أسرع وقت ممكن ما يبقاش تفاعل ماص لأنه يتطلب حدوث امتصاص طاقة حرارية، وأشرحها لك بشكل تاني. هنا مقدار طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل شايفها قد ايه؟ وهنا مقدار طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل شايفها قد ايه؟ في التفاعل الطارد بقى طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل بتبقى قليلة. ده تفاعل طارد. وهنا طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل بقت أقل أهي. يبقى إذا أسرع واحد في التفاعلات دي هو التفاعل دي. ليه؟ لانه صاحب اقل طاقه تنشيط لازمه لبدء الايه التفاعل، وبالتالي يتم التفاعل ده سريع جدا مش هيتطلب حدوثه امتصاص قدر كبير جدا من الطاقه. والسؤال ده حلو قوي قوي قوي. خلاص، وبالتالي هتبقى الاجابه دي. تعالوا نشوف مع بعض السؤال رقم 60. بيقول لي يتحول اكس الى زد مرورا بواي، يعني الاكس ده هيتحول لزد في خطوتين. الاول الاكس يتحول لواي خلال تفاعل دلتا اتش موجبه، يبقى تفاعل ماص للحراره. بعدين الواي اللي زد خلال تفاعل طارد للحراره. المنحنى مين في دول اللي بيعبر عن التفاعل ده؟ قال الموضوع بسيط. ماص في المرحله الاولى ثم طارد في المرحله الثانيه. دور على المنحنى اللي كان ماص في المرحله الاولى ثم طارد في المرحله الثانيه. اولا ده لا ولا ده. ليه؟ لان ده كده منحنى لتفاعل واحد.
احنا عايزين منحنى لتفاعلين، يعني منحنى مركب زي الـ A والـ B. قال لي اولا هنا الاكس اهي، ركز كده، الواي هنا محتوى حراري للنواتج اكبر من المتفاعلات، يبقى التفاعل ده ناقص. نرجع على الواي بقى متفاعلات والزد نواتج، يبقى التفاعل ده طارد. هنا الاكس اهي والواي اهي، حلو، الواي محتوى الحراري اعلى من الاكس يبقى ناقص، والزد اعلى من الواي يبقى ناقص. قال لي ده غلط، يبقى الاجابه الصح انه كان ناقص. هي فسرها لك، الاكس اهو في التفاعل الماس هيبقى كده يدينا واي، لان في الماس بيبقى المحتوى الحراري الناتج اكبر من المحتوى الحراري المتفاعلات. طب في التفاعل الطارد هيمتص طاقه ثم يفقد قدر من الطاقه، حلو، قدر كبير من الطاقه، لانه يبقى المحتوى الحراري للنواتج اقل من المحتوى الحراري المتفاعلات، يبقى الشكل البياني هو الشكل رقم A. تعال نشوف السؤال رقم 61 والأخير في الشيت الاتزان الكيميائي. يتفاعل الغازين X2 Y2 طبقا للتفاعل، أنا مدي لك التفاعل هو. يحتوي خليط X2 Y2 على 5 من 10 مول من كل منهم في إناء مغلق، ثم تم تسخين الخليط حتى الوصول للاتزان، والشكل البياني يعبر عن تغير عدد المولات بالنسبة للزمن، فما قيمة ثابت الاتزان للتفاعل؟ معلش مع احترامي، كل اللي مكتوب ده انا لما اجي احط لك الامتحان مش هكتب، هكتب التفاعل الملتزم بس. افهم انت ايه من الرسمه دي؟ افهم ان احنا في السنه مش صح. وخمسه من عشر مول من عدد المولات في بدايه التفاعل. ده عدد مولات المتفاعلات في بدايه التفاعل. 2 من 10 مول ده عدد المولات عند الاتزان، عدد مولات المتفاعلات عند الاتزان، والستة من عشرة مول بيمثل عدد مولات النواتج عند الاتزان. يبقى نطلع بالمعلومتين دول اللي عند الاتزان، يا مستر كي سي بيساوي تركيز نواتج على تركيز متفاعلات عند الاتزان. اروح سأل المجموعة كلها سؤال اقول لك تركيز الناتج عند الاتزان بكام؟ قال لي بستة من عشرة مول على حجم المحلول بكام؟ في اناء مغلق، ما قالش حجمه. اقول له انا ستة من عشرة يا عم سهل، على في كل تربيع. ما هو انا هكتبها لك واحدة واحدة قبل ما اعوض عشان انا عارفكم ممتازين في الرياضيات. تركيز الاكس واي لكل تربيع على تركيز الاكس 2 في تركيز الواي 2 يبقى 6 من 10 اهي على في لكل تربيع مقسوم تركيز الاكس، ما قال لك بيساوي تركيز الواي 2 من 10 على في في 2 من 10 على في، ادي تركيزاتهم عند الاتزان. ما تنساش بقى تشيل الفيهات دي كلها مع بعض، يطلع في الاخير الكي سي بتاع حضرتك ب 6 من 10 على 4 من 10. 6 على 4 والله ما عرفت تطلع بكام بقى، يعني 6 من 10 تربيع بقى، أنا آسف، على 4 من 10 تقريبا هتطلع ب9 أهي. تمام، أتمنى طبعا إن أنتوا تكونوا استفدتوا واستفدتوا حصة حل الشيت الأول في الباب الثالث، وهو شيت الاتزان الإيه؟ الاتزان الكيميائي. أتمنى تكونوا إن شاء الله استفدتوا من الحصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.